كثير من الإجراءات الاقتصادية يتوقع أن تتخذها الحكومة المرتقبة بعد أن كشف رئيس الوزراء الجديد عن ملامح خطته لإيقاف تدهور الاقتصاد السوداني وإعادته للحياة من جديد. تطورات متسارعة في السودان تصب جميعها في مصلحة بناء الدولة الديمقراطية التي يتوق إليها الشعب السوداني، فالحكومة الجاري تشكيلها تأتي في أوضاع مأزومة وستحمل تركة اقتصادية ثقيلة وحربا لم تخب نارها بعد، وقائمة مطالب رواها الثوار بالدماء وأزمات تفاقمت عبر 3 عقود. وينتظر الشعب السوداني في القريب العاجل بوادر للتنمية لا تسهم في محو آثار السنوات العجاف من نفوس وعقول الشعب الذي ذاق ويلات الفقر والقهر والحرب والنزوح طوال 30 سنة. وعقب أداء حمدوك اليمين القانوني رئيسا للحكومة أكد في أول تصريح له أن تحقيق السلام ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج ستكون من أبرز أولويات الحكومة الجديدة. ويقع على عاتق الحكومة الانتقالية الكثير من العمل على المستويات كافة، فتداعيات عقود من الأخطاء وتحقيق مقاصد ثورة واستقرار البلاد تتطلب سباقا مع الزمن. وفي مواجهة ذلك هناك تحديات رئيسية عدة ستواجه الحكومة لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني، فالسودان ذو الموارد المتعددة والصادرات المتنوعة في طريقه لتحقيق قيمة مضافة لصادراته إذا ما أفلح رئيس الوزراء في اتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج خام، وذلك للمساعدة في خلق صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وهذا ما كان يفتقده الاقتصاد السوداني الذي تحول إلى اقتصاد مستهلك يقوم على المساعدات بعد تراجع قطاعاته الإنتاجية بسبب انهيار بنيتها التحتية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا بالاستوديو الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ عثمان سوار الذهب. مرحبا بك أستاذ عثمان. قال رئيس الوزراء السوداني نحن محتاجون لاتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج خام، في رأيك ما هي الكيفية التي يمكن أن يصدر بها هذا القرار ويحقق النجاح المطلوب؟ مساء الخير عليك أستاذ عثمان. أهلا وسهلا وبسم الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحقيقة أن هذا يتعلق بشكل عام، ما استمعت بشكل جيد للسؤال، لكن تعليقا على ما ذكره السيد رئيس الوزراء، هناك بالفعل تحديات كبيرة جدا في المجال الاقتصادي تواجه الاقتصاد القومي الآن، وما ذكره من إصلاحات تنبي بأن هنالك سيكون هنالك وضع اقتصادي إن شاء الله في المستقبل بوضع أفضل مما هو عليه الآن. وذا ما ذكره هي مطلوبات المرحلة تماما. الآن الاقتصاد يعاني بما يسمى بالديفيسيت فاينانس أو التمويل بالعجز. التمويل بالعجز تأثاره خطيرة جدا وبتنعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية، ومنذ سنوات ونحن ندور في هذا الفلك والناس تتحدث عن الانتاج والانتاجية. الانتاج والانتاجية هي مش المشكلة. صحيح هناك انتاجية ضعيفة، يعني إذا احنا كنا الآن في المجال الزراعي مثلا بنزرع حوالي ما لا يقل عن 40 مليون فدان، لكن الناتج أو الانتاج في النهاية متوسط الانتاج هو ضعيف بالنسبة لأي دولة أخرى، فبالتالي لابد أن يكون هناك خطط إسعافية عاجلة فيما يتعلق بميزان المدفوعات، فيما يتعلق بالميزان التجاري، فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي المشود من خلال يعني أستاذ عثمان الحديث عن المنتج الخام، أنه يعني أنت تتحدث عن ضعف في الإنتاج، يعني حتى هذا الإنتاج الضعيف إذا تم تصديره كمادة نهائية وليس يعني منتج خام، يعني هذا قد يؤثر في الاقتصاد، لا ترى ذلك؟ لا طبعا الانتاج طيب يحتاج الى مقومات، وهي في ايدي الحكومه. الحكومه لابد ان تسعى، المبادره دائما بتجي في مجالات اقتصاديه بالذات الزراعه وغيرها من قبل الحكومه في مجال توفير مدخلات الانتاج، في مجال تحفيز المزارع بالاسعار الممكن تكون مجزيه فيما بعد. وعندنا تجربه القمح زي ما شهدنا انه لما كان هنالك تحفيز كبير لشراء القمح المزارعين وقفز الانتاج بصوره واضحه.
فنفتكر في الحكومة الآن في يدها كل ما يمكن أن تفعله من أجل تنشيط وتفعيل مجالات اقتصادية المختلفة. لا بد من الاهتمام به لأن هذا العمل سينعكس إيجابا على الناتج القومي، على معدل النمو، وعلى كل ما يتصل بالاقتصاد من تطور. إصلاح الاقتصاد المنشود الآن يحتاج إلى خطط آنية، خطط متوسطة، خطط مستقبلية. الناس الآن ينبغي أن تركز على ما ينبغي أن يحدث خاصة في مجال معايش الناس، توفير السلع الضرورية، تنشيط الاستهلاك، تنشيط الصرف، وهذه مسألة مهمة جدا. لأنه إحنا الآن بنعاني زي ما ذكرتها في يعني بنمول بالعكس، وده التمويل بالعكس ممكن يأثر على التضخم، ممكن يأثر على أشياء كثيرة جدا في الاقتصاد، فيقلل من نمو. أيضا يعني أستاذ عثمان، من تصريحات السيد رئيس الوزراء باحتياج الاقتصاد لمبلغ 8 مليار دولار لتغطية عمليات يعني لتغطية عمليات الاستيراد واستقرار سعر الصرف في شكل معونات خارجية، ما مدى موضوعية ذلك وهل هو قابل للتحقيق؟ حقيقة هو يعني حقيقة النزال احنا فعلا اردنا ان نوفر يعني مسائل كثيرة، مثلا تحسين وضع الدولار وسعر الصرف وغيره. لابد ان يكون هناك اهتمام بما في المجال التجاري بين ونقارن ما بين الاستيراد وبين الصرف. لابد ان تكون هناك موازنة صحيحة. وحتى بالنسبة للسلع الآن، السلع الآن مجال مفتوح تماما لسلع غير ضرورية، سلع يعني هي بتمتص في عظم الاقتصاد السوداني، سلع كمالية، سلع غير ذات يعني أهمية، وبالتالي المردود الاقتصادي اللي ما يحدث الآن هو ضعيف. ليه؟ لأنه ما عندنا خطة استراتيجية قائمة على موازنة ما بين السلع الضرورية والسلع الاستهلاكية. الآن اللي احنا نجحنا لحد كبير في تخطي مسألة الزراعة مع هذا الموسم، هذا الموسم هذه الأمطار القذيرة، وإن شاء الله ستكون أمطار خير. لكن لابد أن يكون هناك اهتمام فيما بعد الإنتاج ووصول المحاصيل لمرحلة التصدير والتسويق الخارجي، الاهتمام بمضاعفة أيضا مدخلات الإنتاج فيما يختص بالخيش وغيره والمسائل اللي ممكن تقول. صندوق النقد الدولي دائما ما يطالب بالخصخصة لإصلاح اقتصاديات الدول، في حين أكد دكتور حمدوك لأنه لن يلجأ إلى خصخصة المؤسسات الحيوية، هل من تناقض في ذلك؟ ممكن تعيد السؤال مرة أخرى؟ صندوق النقد الدولي هو دائما يطالب بالخصخصة لإصلاح اقتصاديات الدول، في حين أكد الدكتور حمدوك أنه لن يلجأ إلى خصخصة المؤسسات الحيوية، هل من تناقض في ذلك؟ الحقيقة سياسات صندوق النقد الدولي احنا يعني من بدري جدا بنتعامل معها بشكل سلبي. ليه؟ لأنه الصندوق أصلا ما كان بيقدم للسودان أي دعم، قد يكون له دعم جزئي فني أو غيره، لكن دعم بمجال تحسين الوضع الاقتصادي ما يعني أفتكر أنه لكن هذا لا يمنع من أنه ممكن ينفتح عالميا على اقتصاديات دول أخرى. وأنا أفتكر أنه حتى إذا وده لن يتم إلا بوجود سياسات إصلاح اقتصادي واضحة للعالم. يعني هل تعتقد أستاذ عثمان أن يعني صندوق النقد الدولي سيقدم على مساعدة السودان من دون أن تخصخص المؤسسات؟ ممكن ممكن ممكن، لأنه يعني المؤسسة الدولية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والحمد لله أنه الآن رئيس الوزراء هو جاي من واحد من هذه المصادر ECA أو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وملم تماما بالأوضاع الاقتصادية سواء في السودان أو في المناطق الأخرى حتى على مستوى العالم. وبالتالي طالما هنالك امتلاك للمعلومة يبقى التصرف كوردينلي أو وفقا لذلك بيكون في مصلحة الاقتصاد الوطني. الآن نحن في موقع أو في مشهد يعني يختلف كثيرا من المطلوبات العالمية في ضرورة وجود إصلاح اقتصادي مميز بدون ما يكون هناك فساد، بدون ما يكون هنالك تخبط في السياسات، بدون ما يكون هناك يعني أشياء قد تضر بالاقتصاد ككل. الاختلالات والتشوهات الاقتصادية تنجم دائما من التدخلات السياسية في المجال الاقتصادي البحث، والتي تضر بشكل واضح
في مسار الاقتصاد. أيضا يعني من المحددات لسياسة الحكومة المقبلة هي تحديث القطاع الزراعي وارتباطه بالتصنيع. بالنسبة للقطاع الزراعي؟ نعم. القطاع الزراعي وارتباطه بالتصنيع. أكيد طبعا. يعني القطاع الزراعي مهم جدا، وهو يعني محور الحياة تقريبا في البلد. وكل الموارد مش حتى عندنا هي موارد ناضمة، سواء كان بترول أو هذا وغيره. أما الاقتصاد، أما الزراعة فهي الزراعة الباقية، هي الأبقى وهي الأوفر وهي اللي يمكن أن تخلق اقتصاد سليم، هي اللي ممكن تعود إلى يعني خلينا يعني نسير في ما يسمى بال sustainable development أو اللي هي التنمية المستدامة. المسألة التنمية المستدامة تجي دائما من قطاع الزراعي، لأنه قطاع متجدد، قطاع منتج، قطاع ممكن يؤدي إلى اكتفاء ذاتي، إلى تصدير، لتوفير عملات صعبة اللي حتى احنا بنعاني منها. فأنا أفتكر أنه يعني لابد أن يكون لك اهتمام خاص بهذه المسألة. شكرا لك الأستاذ عثمان سوار الذهب، الخبير والمحلل الاقتصادي. مساء الخير عليك. شكرا.